بعد أول محاولة لهبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، شركة Intuitive Machines التي تتخذ من تكساس مقراً تسعى إلى أن تحقق هذا الإنجاز. الموقع الذي تستهدفه الشركة موجود على بعد نحو 300 كيلومتر من القطب الجنوبي للقمر، وهو المكان الذي يحظى باهتمام من مختلف الدول المشاركة في هذا السباق لأنه يحوي مياهاً على شكل جليد يمكن الاستفادة منها. وتحمل المركبة الفضائية التي يطلق عليها اسم أوديسيوس ويزيد ارتفاعها على 4 أمتار 6 شحنات خاصة و6 أدوات علمية تابعة لوكالة ناسا الفضائية وعدة أعمال تجارية مثل منحوتات للفنان المعاصر جيف كونز تصور أطوار القمر، إضافة إلى نظام كاميرا يساعد على التقاط لحظة هبوط المركبة. وستركز الأدوات والنماذج التابعة لناسا على جمع البيانات الخاصة بتفاعلات الطقس في الفضاء مع سطح القمر وعلم الفلك اللاسلكي وجوانب أخرى من البيئة القمرية لمركبات الهبوط المستقبلية وخطط ناسا لإرسال رواد الفضاء مجدداً. وإذا نجح الهبوط فستمثل المهمة أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أمريكية منذ مهمة أبولو 17 في عام 1972 عندما هبطت آخر مهمة مأهولة لناسا هناك. مؤخراً نجحت الهند واليابان في الهبوط على سطح القمر لتصبحا 4 و5 دول التي تحقق هذه العملية بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين. أما الأمريكيون الذين يسعون إلى إعادة إرسال رواد فضاء إلى القمر ابتداء من عام 2026 لم ينجزوا ذلك منذ أكثر من 50 عاماً.